تعديل بسيط. أنا يعملوا في أفلامي تعديل بسيط. تعديل بسيط. تعديل بسيط. تعديل. هيعملوا تعديل بسيط. كله إلا كده. مشاهدي برنامج تعديل بسيط، اهلا بيكم، يا رب يكون نهاركم مليان حب وتفاؤل وخير. فيلمنا النهارده فيلم من الافلام اللي ناقشت ثوره يوليو، فيلم رد قلبي. الفيلم كان من بطوله مريم فخر الدين وشكري سرحان وحسين رياض واحمد مظهر. فاكرين المشهد اللي راح فيه علي علشان يصادر اموال انجي حبيبته؟ المشهد ده عدلناه وعملنا حاجه تانية خالص. تعالوا نشوف هيحصل لهم ايه. يلا بينا. ممكن اقابل راجل كبير؟ الراجل الكبير مسافر، تهيق من عمايل برنس علاء. عنده حق. طب اي حد قابله؟ مين جنابك؟ صاحب التلاتين قرش بتاع غامرة. انت بتفضل اتنيل؟ مين يا عثمان؟ الصوت ده مش غريب علي. انا هنزل اتفاهم معاه وهاتلي الحصالة بتاعتي من جوه، لا يكون حد متديانة ولا حاجة. ياه الواد الظابط. يا دي الاحراج يا ربي، الواحد في نصه هدوم. علي انتي؟ هو انت الزبون؟ وطبعا شفت احوالنا. انا اسف يا انجي. مفيش داعي للاسف، انت بتدور على حقك. اتفضل، البيت قدامك اهو، فتشه، احنا ما حلتناش حاجه. الحسالة استهانم. وادي حصلت ايه، بص فيها. اتفضل، مش ده اللي انت جاي تعمله؟ انجي ارجوك تفهميني، وفر على نفسك اي كلمه عطف او شفقه. انت مالكش عندنا غير 30 قرش، عايز ايه تاني مننا؟ ولا حاجة. يخسر التنطيط انا وانت في الميكروباصات. كتر خيرك، مفيش داعي للاشتغالة. انا مش بشتغل، ده من واجبي. عموما لو في اي حاجة تلزمكم انا عن نفسي. انا مش عايزة حاجة. زي ما عجبك. انا حاولت افهمك لكن انت مش قابلة تسمعي مني كلمة واحدة. عن إذنك، إما روح ألحق الجمعية لزيت الشح منها. أظن أنا دفعت لك كذا مرة في الميكروباص وفلست، فلو سمحت عايزة حاجة باها وعيش بيها. اتفضلي. وعشان ما تظنش فيا شيء بطال، علق مش جوزي، ده أخويا. أنا هاخد حاجة تقيلة وأتمنها، على الله دمعتين يخلوه يرق. يا نهار أسود، اخويا ياخد 30 قرش وهي تقلبني في السلسله. والله يا جماعه فريق عملنا ده شاطر جدا. حد فيكم كان متخيل ان ممكن يحصل في الفيلم كده؟ ولا نعدل في كلامه كده؟ اشوفكم الحلقه الجايه وتعديل بسيط.